اتجوزت لا، معناتها الخطر الرهيبي مازال موجود وما ينتهيش، معناتها ما نتصورش انه الفترة دي باش ينتهي وما عادش باش ينتهي خطر الرهيب، لانه دخلنا في مرحلة اخرى وفاز اخرى متاع معناتها متاع الهجوم اللي تنجم تقول من برشا محاور على لاجل تقويض الامن نتاع البلدان هذه نتاع المنطقه هذه، معناتها فما برشا اغراض واطماع واطماع ومطامح اخرى، معناتها ما نحبش ندخل فيها، اما نحكيو على الوضع الامني فقط، وانه احنا وصلنا طول المرحله ما عادش باش نرجعوا منها، معناتها دخلنا في مرحله ارهاب، دخلنا في مرحله عصابات دوليه في التهريب، في فهمت، معناتها تونس منطقه نتاع عبور ماك تعرف ما بين اوروبا وما بيننا، معناتها الفاز اللي دخلنا لها لابد من اليقظه توا ديما ديما ديما، معناتها ما عادش نجمو نقولوا فما باش نقضيو على الارهاب ومات وما عادش فما، اليوم صحيح. كنت صرحت الوسائل الإعلامية أنه فما 420 خلية إرهابية نايمة في تونس الكبرى فقط، وين وصلت التحريات في الحكاية هذه، خاصة أنه فما مصادر أمنية تقول بعد أحداث روات اللي المرحلة الجاية للقضاء على الإرهاب هي الأحياء الشعبية كما حي تضامن وحي انطلاقة، واللي أثارت عدة مخاوف من قبل التونسيين اللي يقولوا منطقة كبيرة كما كيكا يعني تنجم تحدث بلبلة، خاصة أنه يقولوا الإرهاب متغلغل في الأحياء هذيك. أنا خلينا نقول ساعة من الأول اللي ما فماش حاجة كبيرة على الأمن وعلى إرادة متاع الشعب إذا كان يحب يتخلص من معناتها من ورم تم زرعه في أنا ديما نقول تم زرعه، لأنه أنا نعرف اللي ومعناتها متبعين شأن الأمني والأمنيين يعرفوا اللي فما ناس بعد الثورة كانوا أسباب في زرع الإرهاب في تونس، فهمت، وموجودين حاليا حتى بينا وحتى فما في معناتها في احزاب معينه ولا في، وكانت الغرض نتاعهم هو زرع الارهاب في تونس وبثه وتامين وجوده، فهمت. بالنسبه باش نقول معناتها على احياء حي التضامن ولا حي، هي حي الحي الكبيره ديما والحي المهمشه ديما تلقى فيها معناتها ناس ينجموا يستقطبوهم، وهذا دور كنت تحب نحكي فيه تورا من بعد، هو دور المجتمع المدني ككل ودور معناتها عديد الوزارات والعديد لانه ما الارهاب راه ما يتنحاش هو يشد كلاش وانا كلاش ما يتنحاش، فهمت، لابد من تضافر برشا جهود، مثلا كيما عاش نقول التنميه التشغيل كيما دور وزاره الثقافه اللي غايب من الثوره لتو، وخلينا نقولوا من حكومه ترويكا لتو دور الثقافه غاب جمله وتم تهميشه، دور وزاره الثقافه من طرف معناتها ناس مختصين في التهميش جاوا باش ضربوا دور وزاره الثقافه، انا خاطر نعرف مثلا كي نقولوا وزاره الثقافه نعرف دور الثقافه اللي لتو محروقين منهم العشرات ولتو ما تصلحوش، فهمت، وكانوا حتى بعد الثوره قصدوا انهم يضربوا دور ثقافه، دي حاجه اخرى معناتها خلينا نحكي فيها مثال عشان خاطر بالك شيء، فهمت، فما دور ثقافه اللي كانوا مبدعين برشا واللي ضربوهم قبل ما تخرج موت الارهابيين، فما ناس خاطر هما اللي كانوا متسترين برداء اخر وتوا تكشفوا مثلا، انا نعطيك دار ثقافه دار شعبان الفهري اللي من اقوى اللي انا من عام مش من دار شعبان وما اما من اقوى دور ثقافه قبل خاطر معروف، فهمت، حرقوها مثلا، فما بو عدة دور ثقافه كما دار ثقافه طرح برشا دور ثقافه اللي حرقوها بالعاني وهمشوهم، واللي ما بقي من دور ثقافه ذوما تو مهمشين. خلينا نقول لك مثلا مجال ما نعرفش يعني الموسيقى ولا المسرح ولا السينما ولا اللي دورهم كبير في معناتها تنوير العقول هكا واخراجهم، ونقولوا خلينا ما نحبش نقول كلمه وسطيه وما نرجعوش، اما بالحق الاسلام الوسطي والا يخلي الانسان يكسب هكا وسائل دفاعيه للشخصيه نتاعو، ما ينجمش يجي واحد ما نعرفش جاهل يستقطبه واحد امي وطلع على منبر فهمت ويستقطب ولاد صغارهم، معناتها دور قضاء الارهاب راه مشكله بالكلاش ولا بالقنابل ولا معناتها المجتمع المدني لابد انه يقف.